أقول لكم رؤية فيها سنون، زين سنون مضحكة بنفس الوقت. واحدة ترى في منامها إن زوجها أخذ علك موجود أخذ علك من فم زوجة أخوه وكلا. الأسنان في المنام ريحة الحين يا جماعة الخير، لما تاخذ من فلان علك، تحطه في فمك، وش معنات هذا الشيء؟ معناته انك اخذت منه شيء طالع منه من فمه. حنا نقول بالأمثال والداجع على لسنة الناس، تبي فلان، تبيني أصير فلان، أو تبيني أصير علك، بأفواه الناس أو بفامي الناس، وش معنى هذا الكلام؟ تبغاني أصير كلمة تقال. فمعنى الرؤية زبدتها أن الزوج يأخذ كلام أو يسمع الكلام فلانة وعلانة وفلان، مو ضروري يطبقها ويفعلها، لكنه يسمع. وأن يصير علك بفهم الناس كذا يقولونه. فمن هنا أخذنا معنى هذه الرؤية وشرحها، فهمتوا علي؟ خليني بعد أعطيكم شرح وأربط لكم رموز رؤية بعضها ببعض، تشوفوا اللي قدامكم. اقرأ، قريتها؟ أوه كثير يعني من الحليب لأنهم شافوا رؤية زي كذا قالوا بس يتزوج، بس تدور ورا زوجها وتنقش ورا زوجها وتشوف وتفتح جواله وهو ما يدري، وهو ما يجوز هالشيء ولا ترتاح. بس الزبدة بالأخير يعني معناه إنها حامل البنت. بس طيب نربط، أنتم عارفين إن النساء شقائق والنساء ضرات، يعني هذه قرينة، هذه رأيت إن زوجها متزوج بالسر، هذا اللي في بطنها بنت. بس فالبنت وأمها بيصيرون عند من؟ يعني مثل الرجل اللي تزوج زوج ثاني بتصيرون عند من؟ عنده. وهذا اللي كان أركيو بنتها. طيب ليش بالسر؟ يعني في الرؤساي كنا بالسر، هذا تعرفون بعض الحالي منها يعني أول ما تحمل تكتب هالشيء وتستعين على حوائجها بالكتمان، قضاء حوائجها بالكتمان، أو أنه إذا أخبرت القريبين أمها كذا، بس يعني ما تعلم شيء أحد ثاني. أما أنها تضايقت أو شيء، هذا معنى أنها كان ما ودها أن يعني الحمل يكون بنت، كان ودها بولد، هذا واقع وحاصل. لكن الحمد لله كلهم فيهم خير، البركة من عند الله، وسبحان الله العظيم. يعني شوف شلون كانت تتمنى أن البيت يكون أوسع وكذا، أو أنه يحط لهم بيت أوسع. بعض البنات مبروكات إن شاء الله، إذا جت بيجي معها الخير ويجي معها رزق ويجي معها إن شاء الله بإذن الله. الله يصلح لنا ولكم ما عطى رب العالمين، يبارك لنا ولكم. هذه شوف شلون يعني مجمل شرح هذه الرموز وربطها بعضها ببعض. طيب خذوا هذه، طولت عليكم لكن عشان نستفيد أكثر. تشوفوا وانتوا تقرون المعلومات، الجدة فعلا مريضة وتعاني انها جايتها جنطة وكذا، الله يشفيها فيها. الرؤية تشرح حال، بس بنفكك الرموز. ضمور الوجه من ضمور المخ وضمور العقل ومن التعب اللي فيه، تهذري في الحقيقة هي. يعني احنا نقول فلان دقت خيط وخيط، خذوا خل، اذا صار يقول كلام بما لا يعي هذري. الدخان الأبيض هذا هو الكلام، يروح ما منه فائدة، يطير في الهواء، كلام ما منه فائدة ولا يرجى منه فائدة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه يلبس سوارين من ذهب وينفخهما فيطيرون، فأولهما بالكذابين، فهذا كلام ما منه فائدة، يروح ولا منه أي يعني يستفاد شيء.